ما انتش محتاج تلبس بدلة وكرافتة وتتفرج على الماتش 3 مرات علشان تقطع لقطات وتحللها، ولا ترسم خطوط ولا كاميرا في أعلى نقطة في الملعب، ولا محمد سعدون الكواري يقدمك ويقول قبل اسمك الكابتن فلان. الموضوع بسيط، الشروط سهلة، لازم تكون متابع جيد لفيديوهات ستيب سبورت وعندك شغف بالكورة لدرجة الجنون، وتاخد من وقتك 10 دقايق بس تتفرج على الفيديو ده وتنفذ الشروط، انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان توصلك سلسلة التحليل الكروي وكمان كل فيديوهات ستيب سبورت الجديدة. في البداية محتاج تعرف ان المحللين مقسومين لنوعين ما لهمش تالت، نوع موهوب بالفطرة ودماغه معجونة كورة وبينام يحلم بيها ومزاجه وحياته معتمدين على ماتش ممتع يظبط له موده او خسارة فريقه المفضل تعاكن عليه، وفي نوع تاني بقى اللي هو درس التدريب ويتدرج في الحصول على الرخص التدريبية او كان لاعب او حتى اخد كورس اونلاين. احنا بقى هنختصر عليك كل المشوار ده، ولا تحتاج تدرس تدريب ولا تدفع مئات الدولارات للحصول على كورس للتخصص في التحليل الفني. احنا هنا صديقي في ستيب سبورت هنتعلم ازاي نتفرج على الماتش بعين المحلل المحترف، ونقدم لك خلاصة خبرات محللين المحترفين، ومع الوقت هتبقى محلل محترف بجد ولا يا ولا. يلا بينا. في البداية اول خطأ للمشاهد الهاوي انه بيبص على الكرة اللاعب اللي معاه الكرة بس، وهو هو نفس المشاهد اللي ممكن يقول على ريال مدريد فريق ضعيف لو دافع قدام مانشستر سيتي، وهو اللي هيقول على بسويتش تاون فريق قوي لو لعب ضغط عالي على ليفربول. ده بقى دماغه في الهوب هاي، تسيبك منه خالص وتدعي له ربنا نور بصيرته علشان الكلام معاه تضيع وقت. والراجل ده بصراحة انا محبوش وما جوزوش اختي حتى كده. انت فهمت ان الصح انك تبص على الفريق اللي مش معاه الكرة تابع تحركات لعبته، وده حب ياخدنا لمراحل اللعب الاساسيه في الكوره، الدفاع والهجوم، والتحول من الدفاع للهجوم، والتحول من الهجوم للدفاع، وده كلام بسيط جدا وسهل تفهمه. ايه هبسطهالك؟ هبسطهالك، حاضر حاضر عيني. يعني الكوره في كل اوقات الماتش يا اما مع فريق يا اما الكوره مع الفريق المنافس. سهله؟ سهله جدا اهي. الفريق وهو مع الكوره بيبدا الهجمه ازاي؟ كور طوليه ولا تمريرات كتيره ولا بيطلع من على الجناب ولا بيطلع من العمق؟ دي بقى اسمها مرحلة التحول من الدفاع للهجوم اللي بتتطور بعد كده لمرحلة الهجوم. كل دول مرحلتين، الفرقة اللي معاها الكورة وبتهاجم دي اتقطعت منها الكورة، والكورة دلوقتي مع الفريق المنافس. الفريق بقى بيوقف ازاي؟ ويتحول من الهجوم للدفاع ازاي؟ بيكمل، صح، بيكمل ضغط عالي ولا بيوقف بكل لعيبته تحت خط الكورة بضغط من تلتين الملعب؟ وده اللي انت بتسمع محللين الاستوديوهات بيقولوا عليه ميديم بلوك، ولا بيركن الاوتوبيس وبيدافع من اخر تلت في الملعب، وده اللي بيقولوا عليه لو بلوك. ودول بقى المرحلتين التانيين، الفريق اتحول من الهجوم للدفاع وبعدين بقى في حال الدفاع. كل ده كلام جميل وسهل ومفيش اي حاجه صعبه فيه. خلصنا النظري، يلا بينا بقى نطبق الكلام ده عملي حالا بالا. جرب معايا كده اول متابعه ليك الماتش اللي جاي، تركز مع وقفه الفرقه اللي مش معاها الكوره وتشوف المدرب بتاعهم موقفهم ازاي. ساعتها بس هتحس انك كنت مع المدرب واللعيبه في اوضه اللبس ومحاضره الماتش كمان، وسامع المدرب قال لهم يوقفوا ازاي ويتحركوا ازاي والكوره مش معاهم. وبعدين تخطف عينك كده وتبص على الفريق اللي معاه الكوره بقى، هتلاحظ الفريق بيباص كتير بالعرض زي مانشستر سيتي جوارديولا، ولا بيلعب لعب مباشر ويباص لقدام زي ليفربول كلوب، بيحضر الهجمه بثلاث مدافعين ولا اربعه. وسط الملعب في لاعب خط وسط مدافع واحد زي مانشستر سيتي الموسم ده، وده اسمه ايه بقى؟ سنجل بيفوت، ولا اتنين محاور ارتكاز في مركز ستة زي برشلونه فليك، ودول اسمهم دبل بيفوت، ولا خط وسط مدافعين وقدامهم اتنين عاملين مربع زي تشيلسي ماريسكا وزي مانشستر سيتي الموسم اللي فات، وده اللي اسمه بوكس ميدفيلد. اعمل حسابك هنقول مانشستر سيتي كتير علشان الجديد كله بيطلع من عند جوارديولا بابا الشغلانه. الباكات، الباكات بتتقدم زي ليفربول، ولا منهم باك بيدخل قلب الملعب زي تشيلسي وارسنال، ومع الوقت هتشوف الماتش بشكل تاني وهتشوف حاجات عمرك ما ركزت معاها ولا اخدت بالك منها، وهتفهم طريقه لعب كل
كل فريق وتفكير كل مدرب والهدف من كل تغيير. مش بس كده، ده انت مع الوقت والخبره هيكون لك راي في الماتش كمان، وتقدر تتوقع نتيجته من اول ما تشوف التشكيل، وكمان هتعدل على المدرب وتقول له التغيير ده غلط ابو الكباتن والتغيير الصح كذا وكذا. في الوقت ده هتحس زي ما يكون كنت اعمى وفتحت او تعبان وارتحت، والادرينالين يطلع يضرب في سقف دماغك، وهتحس متعه غير طبيعيه. وعلشان تختبر نفسك تابع الاستوديو التحليلي بين الشوطين او بعد الماتش مش مشكله، وبعد ما تسمع دكتور طالق الجلاهمه بيقول جملته الخالده هذا ما تكلمنا عنه قبل المباراه، وابو تريكا بيقطع في تشيلسي كالعاده، هتلاقيهم بيوصفوا الماتش والحالات زي ما انت شفتها بالظبط. وساعتها هتكتشف قدام عينيك محللين كتير انهم قد ايه فاهمين ومثقفين وكلامهم عن واعي، ومحللين تانيين انا بسميهم المحظوظين في الارض. محظوظين لان ما عندهمش فكره ولا حتى اساسيات ولا بديهيات التحليل الكروي، واعتمادهم بس على اسمائهم وشهرتهم ونجوميتهم بس. في كل الاحوال اول ما تسمع المحلل بينطق جمله بشكل كبير جدا اقفل التلفزيون على طول، علشان ده واحد من المحظوظين في الارض اللي قلت لك عليهم. ولو عايز تتعلم التحليل اسرع تابع فيديوهات ستيب سبورت طبعا، علشان تلاقي تحليلات مفصله لماتشات كتير، وتقدر تحلل الماتشات دي مع محللين، وتبعت لنا تحليلك في الكومنتات وتشاركنا رايك في كل فيديو. كمان تقدر تقرا كتب عن الكوره هتكون مفيده ليك جدا، زي كتاب مثلا كيف تشاهد كره القدم للاسطوره رود خوليت، وكتاب انا افكر قبل ان العب للاسطوره الايطالي اندريا بيرلو، وكتاب القياده لطيب الذكر الكبير السير اليكس فيركسون، وكتب تانية كتير هتفيدك وتغير رؤيتك للكوره. ومهم جدا كمان تتابع ماتشات كوره بقى على قد ما تقدر، اعتبره بمثابه النظر ليك قبل العملي، ودي انت كده كده هتعملها من غير ما اقولك، علشان انت اكيد شبهي وشبه كل مجانين الكوره اللي الشغف مسيطر عليهم ولاحظ دماغهم، ولما تندهوا الندها لازم يلبي الندى. كمان ممكن تسال على الرخصه التدريبيه في بلد، ودي دلوقتي متاحه في كل اتحادات الكره المحليه، وبتكون تابعه للاتحادات القاريه ومعتمده من الفيفا. ولو تحب تتعلم بجد تابع محللين كويسين زي باسم الصاوي، زي احمد عفيفي، احمد عز الدين، احمد حسام ميدو، خالد بيومي، حاتم الطرابلسي، نبيل معلول، خالد شنيف، طارق دياب. الفيديوهات الجايه هنتعمق اكتر في مصطلحات كرويه اكيد انت بتسمعها في التلفزيون من محللين محترفين بيظهروا على القنوات، هشرح لك وافسر لك كل مصطلح وكل كلمه منهم، ومع بعض بقى لحد ما تبقى زيهم، ومع الوقت هتبقى اشطر منهم كمان. ومن عارف ابو الكباتن ممكن في يوم من الايام نشوف شباب او بنات من متابعين ستيب سبورت المخلصين واحد من نجوم التحليل في الوطن العربي، او ينضم لكتيبه محللين المحترفين في ستيب سبورت. كل اللي مطلوب منك تتابع فيديوهاتنا بس، ولو عندك اي اسئله اكتبها في الكومنتات واحنا هنستنى اسئلتك وهنرد على كل سؤال. وفي الاخر لو وصلت لحد هنا تبقى من المتابعين الاوفياء، علشان دي نهايه الفيديو. ما تنساش كل اللي عليك بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتقول رايك في الكومنتات، وكل اللي علينا فيديوهات جايه اقوى واحلى بكتير. سلام يا صديقي.